طب خلينا كده ايه نستعرض معاك ومع المشاهدين اكيد الثمان لقاءات اللي احنا ان شاء الله هنتابعهم في دور ال 16 وتقول لي كده ابرز المباريات اللي انت ايه مستني حابب ان انت تتفرج عليها وممكن كمان تتعب نفسك وتروح ايه تتفرج برضه في الاستاد في ماتشات حلوه. اوغندا والسنغال، المغرب بنين، مدغشقر الكونغو الديمقراطيه، غانا تونس، مالي ساحل العاج او كوت ديفوار، الجزائر غينيا، نيجيريا، الكاميرون، مصر وجنوب افريقيا. دي المباريات اللي احنا ان شاء الله في انتظارها حتى مع حضراتكم على الشاشه في دور ال 16. قول لي لا في ماتشات طبعا صعبه جدا، في ماتشات النسبه او يعني 50-50، وفي ماتشات واضح ان في فرق طبعا ليها الافضليه في المكسب يعني. فاحنا لو ابتدينا باوغندا والسنغال يعني اتوقع السنغال طبعا، لان اوغندا عامله ماتشات كويسه جدا فنيا عاليه بس انا اتوقع السنغال، لان السنغال ابتدت ترجع في البطوله خصوصا بعد الهزيمه بتاعت الجزائر دي خلتهم ما يتصدروش، فعشان كده انا شايف ان هم هيظهروا بصوره جيده رغم ان هم هيفتقدوا الحارس الاساسي بتاعهم ان هو اصاب فممكن ياثر برضو. بالنسبه للمغرب وبنين برضو هيبقى ماتش مش سهل، باين ان هو سهل للمغرب بس انا شايف المغرب هتكسب بس هتكسب بصعوبه. المغرب مش في النسخه دي من البطوله يعني من سنتها كل مباريات فازت بيها بهدف واحد. لا ولو بصينا هم بيلعبوا كويس بس الاهداف كلها هدف في اخر دقيقه في ماتش ناميبيا بهدف عكسي وهدف في اخر دقيقه برده في ماتش جنوب افريقيا. فهم برده يمكن المكسب القوي اللي عملوه هو ماتش كوت ديفوار. ده اكتر يعني لعبوا حسينا ان هم اتقل من كوت ديفوار في الملعب فعشان كده ده الماتش الوحيد اللي لعبوه كويس يعني. بالنسبه لمدغشقر والكونغو انا شايف ان يعني اتوقع مدغشقر طبعا عامله نتائج كبيره ان هي تتصدر على نيجيريا، دي برضو دي نتيجه خصوصا انها اول مره نتيجة توصل تاريخية. لا دي اول مره توصل بطوله افريقيه ويطلعوا اول، ده يعني ما افتكرش ان في فرقه عملتها قبل كده فهيبقى ماتش صعب خصوصا الكونغو كانوا محظوظين برضو ان هم رغم ان هم لا كسبوا ماتش واحد بس فوزهم ب 4-0 ده هو اللي خلاهم يخشوا يعني كانت اي نتيجه لو 3-0 ما كانش دخلوا في الدور ال 16 فانا شايف ان الحظ خدمهم ومشيهم في سكه برضو ان هم ممكن يوصلوا السيمي فاينل. انت الكاسب من هنا هيلاعب الكاسب من غانا وتونس وغانا وتونس مش في افضل حالتهم فانا شايف ان مدغشقر يعني انا شايف الماتش متكافئ و يعني الا بقى مدغشقر يعني قررت تكمل المفاجاه. بالنسبه لغانا وتونس بالنسبه لمستوى تونس في الثلاث ماتشات لا يعني احنا تونس وصلت بعجوبه يعني في ماتش الاخراني قدام موريتانيا كانت ما تستحقش التعادل فانا مش عارف يعني في مشكله واضح ان في التدريب ألان جريس لان هو تشكيل فيه مشاكل كتير قوي يعني لما لقينا ان علي معلول ما اتاخدش قلنا الباك الشمال هيبقى قنبله لان علي معلول لعيب كويس جدا يعني لقينا ان هو نقطه ضعف سواء دفاعيا او هجوميا ما بيعملش حاجه ففي نفس الوقت فرجاني ساسي عنده خط الوسط عنده مشاكل كتيره جدا وعنده لعيبه كويسه يعني لعيبه كوره مساكني سليتي وهبي الخزري ففرجاني ساسي لو كان موجود في وسط الملعب مرهان هيفرق جدا في فرقه تونس لان هو بيغير الريتم وهتلاقي فيه اربع لعيبه كوره بيلعبوا مع بعض هتلاقيهم يعني فاهم فرقه تانية خالص فعشان كده انا اتوقع ان ألان جريس هيرجع يعني في كلامه ان هو ما ياخدش فرجاني ساسي او ما يبتديش بيه وان هو هيبتدي بيه الماتش الجاي ان شاء الله. بالنسبه ل بعد غانا وتونس مالي وساحل عاج ماتش قوي جدا عشان مالي ظهرت بصوره هايله سجل اهداف بس يعني اتوقع ان كوت ديفوار هي اللي هتوصل. الجزائر وغينيا لا غالبا هيبقى ماتش سهل للجزائر. نيجيريا والكاميرون ده ماتش ده يعني غالبا اقوى ماتشات الدور ال 16 كلها واتوقع انه هيخلص بنتيات يعني ما اعرفش هو الكاميرون حظها اعلى من نيجيريا لعبوا مع بعض كذا مره وعلى طول الكاميرون بتكسب فاتوقع انه هيخلص بنتيات. وبالنسبه لمصر وجنوب افريقيا ان شاء الله يعني هنكسب بس يعني اتوقع انه هيبقى فوز صعب برضه. طب نقف عند ماتش بقى يعني خلينا في الماتشين الاخرانيين اللي احنا اتكلمنا عليهم مصر وجنوب افريقيا ونيجيريا والكاميرون لان دول اللي احنا في سكه بعض. سكتنا اتكلمنا اكتر فنيا عن لقاء مصر وجنوب افريقيا. اللقاء ده ندخل بيه ازاي في ظل الاوراق المتاحه وموجوده معانا ده طبعا بالاضافه بقى كده ممكن نتكلم عن الماتش. بص هو في ميزه في ماتش يوم السبت
ان انت ما بتلعبيش فرقه عنيفه زي اوغندا والكونغو ممكن يخشوا التحامات جامده ويعوروك. فهم بيلعبوا كره فريق على طول احنا بنقولها من طراز اوروبي اللي هو بيلعب الكره على الارض وبيبني الهجمه من تحت وبيطلع يعني عندهم سرعات وده ممكن تسبب مشكله لمنتخب مصر. منتخب مصر عندنا منطقه النص فيها مساحات فاضيه كتير قوي فعشان كده لازم يبقى فيه مصر يبقى فيه تقارب وتنظيم للخطوط شويه لان لو بصيتي هتلاقي اللعيبه تحس انها واقفه غلط في الملعب نص ملعب فاضي جدا. احنا مشكلتنا مريهان ان محمد صلاح وتريزيجيه فاتحين الملعب جامد قوي وفي نفس الوقت عبد الله سعيد بيحاول يبقى تحت راس حربه عشان يقدر ان هو يعرف يستلم الكوره فبتلاقي مساحه فاضيه جدا وجود طارق حامد والنني بس خصوصا ان طارق حامد من اللعيبه اللي كنت لسه بتكلم مع كريم اول امبارح اللعيب الوحيد اللي في مصر اللي بيضغط في اي حته عشان يروح يستخلص الكوره فبيسيب مكانه فهو بيبقى في العمق اللي قدام الباكات فبتبقى مشكله. حتى هتلاقي كل الثلاث ماتشات المراهن الهجمات كلها من الحته اللي في الوسط بيبقى بيوصلوا بسهوله جدا عشان كده كنا بنقول ان كان اصح ان مستر جيري يعني ان خفير اجيري واضح ان هو هيلعب بنفس التشكيل ان دونجا يبقى موجود عشان لما طارق حامد يبقى رايح يستخلص كوره يبقى في لعيب هاف ديفندر موجود واقف في منطقه خطره جدا فان شاء الله يعني هي ماتش صعب بس اتوقع ان شاء الله ان اداء يتحسن. احنا بقينا في طريق صعب جدا لو اداء ما اتحسنش هيبقى صعب او نكمل في البطوله ان شاء الله ده يتحسن اكيد لسه الحديث هيكون اكتر مطول عن هذا اللقاء وكمان اللقاء اللي بعده باذن الله نعبر عقبه جنوب افريقيا.